بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم الدرس الأول في مادة التوحيد للصف الخامس الابتدائي، العلم الذي يجب تعلمه. يجب على الإنسان أن يتعلم 4 مسائل عليها مدار سعادته في الدنيا والآخرة، وهي العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. يعني لو أنت رايح تدعو إليه وقابلك شيء، لابد أن تصبر لأنك ستحصل على الأجر. بيقول لي: حاور ابنك أو ابنتك عن أهمية العلم وأثره على المسلم في الدنيا والآخرة. طبعا العلم اللي هو هنا يقصد به علوم الدين، فهي تنفع العبد يوم القيامة. فمثلا لو تعلمنا القرآن الكريم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا هو أفضل علم عند الله عز وجل. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فإذا عرفت الله عز وجل فأنت بذلك تخشى الله عز وجل وتعبده حق العبادة، فينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة حين تدخل الجنة. العلم الذي يجب تعلمه 3 أمور. هذا علم واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموه. أما العلم الدنيوي فهو علم، يعني كل إنسان يحب أن يتعلم علم، علم الرياضة، علم علوم، علم لغتي. لكن هناك أشياء واجبة على الجميع، وهي معرفة الله تعالى، معرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعرف الله والرسول والدين، 3. الدليل على وجوب معرفة هذه العلوم النافعة، الدليل على وجوب تعلم هذه الأمور 3، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المؤمن إذا كان في قبره، يعني الإنسان المؤمن لو دخل القبر، المؤمن، فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يجيب على الأسئلة الثلاثة إجابة صحيحة. وقال في غير المسلم: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. لا يستطيع الإجابة، لأنه لم يكن يعرف دينه ولا نبيه ولا ربه. فهذه العلوم النافعة هي التي تسمى الأصول الثلاثة، التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وعليها مدار سعادته في الدنيا والآخرة. فالسعيد من تعلمها وآمن بها في دنياه ووفقه الله لجوابها في قبره، والشقي من لم يتعلمها ولم يؤمن بها في دنياه ويقول إذا سئل عنها في قبره: لا أدري. أولا، معرفة الله تعالى. هو الله الخالق الرزاق المالك المدبر للخلق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ما يعين على معرفة العبد، على معرفة العبد لله عز وجل؟ أول شيء
قراءة القرآن الكريم، لما تقرأ القرآن تعرف الله عز وجل حق المعرفة، وتعرف ما فيه من أسماء الله وصفاته. تقرأ في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، وهكذا الرحمن علم القرآن. تعرف الأسماء والصفات وتعرف الله عز وجل وقدرته في القرآن الكريم. أيضا التفكر في آيات الله ومخلوقاته التي تدل على عظمته. إذا تفكرت في مخلوقات الله ستعرف من هو الله عز وجل. فحين نتفكر في السماوات نعرف أن الله هو القوي، حينما نتفكر في مخلوقات البحر والأسماك التي فيها نعرف أن الله عز وجل هو الخالق العظيم، حينما نرى الطاووس بشكله الجميل نعرف أن الله هو المبدع، وحينما نعرف أن الله عز وجل ينزل لنا المطر من السماء نعرف أن الله هو المدبر لكل شيء في هذا الكون، حيث أن هذا الماء هو سبب لوجود الحياة. هنا نشاط رقم 2 بيقول لي أتعرف على الله من خلال سورة الإخلاص. أتعرف على الله من خلال سورة الإخلاص. أول شيء، ماذا عرفنا عن الله في هذه السورة؟ ليقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الشيء الأول أن الله واحد لا شريك له. أول شيء، الله واحد لا شريك له. هذا أول شيء في سورة الإخلاص. الشيء الثاني أن الله لم يلد، يعني ليس عنده أولاد. هناك بعض الناس يقولون أن الله عنده ولد هو عيسى عليه السلام، وطبعا هذا منافي لهذه السورة. وأيضا أن الله لم يولد. بعض الناس يقولون أن عيسى ابن مريم هو الله، وطبعا هذا منافي لكلام الله عز وجل. أيضا الشيء الرابع أن الله هو الصمد، يعني ملبي حاجات العباد. أي شيء إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالملبي لأشيائك التي تريدها هو الله عز وجل. يبقى تعلمت من سورة الإخلاص أن الله واحد، أن الله لم يلد، أن الله لم يولد، لم يولد، أن الله لم يولد، أن الله لم يولد، أن الله هو ملبي حاجات العباد، ملبي حاجات العباد، ملبي حاجات العباد. نتراجع عن هذه الإجابات حتى ننتقل لما بعده. معرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد معرفة الله عز وجل، وتشمل اسمه ونسبه. لازم أعرف محمد ده أبوه مين، أمه مين، جده مين، عمه مين. صفاته الخلقية، الخلقية والخلقية، يعني صفته كان إذا تبسم كالقمر، والخلقية كان خلقه القرآن. اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام، وابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش تنتسب إلى إسماعيل عليه السلام أبو العرب. أمه آمنة بنت وهب. من أرسله؟ الله. وبما أرسله؟ بدين الإسلام. ولمن أرسله؟ للناس كافة، والإنس والجن، للعالمين، الإنس والجن. قيامه بالدعوة إلى الله، نتعرف كيف كان الرسول يدعو، وكيف
قابل ذلك بالصبر والمشقة والأذى في سبيل الله. ما يعين على معرفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قراءة القرآن الكريم وتعرفي ما ورد فيه من الآيات عن النبي. يعني مثلا يقول إيه؟ لقد جاءكم من رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صفته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب التي جمعها العلماء في الحديث النبوي مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذان أصح الكتب بعد القرآن الكريم. صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهم آلاف الأحاديث نقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف سنته، نعرف كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، ونقرأ السيرة النبوية التي تحدثت عن كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته وغيرها، والفصول في سيرة الرسول أو سيرة السيرة النبوية لابن هشام. قراءة سيرته من الكتب التي جمعها العلماء من السيرة، قراءة أحاديث الرسول من كتب الأحاديث، قراءة القرآن الكريم، ثلاث مصادر يخلوني أعرف كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لي اختر كتابا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشارك أسرتك قراءة حدث من أحداث السيرة النبوية. مثلا نجيب سيرة ابن هشام ونقرأ غزوة بدر، غزوة أحد، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرفنا على أهمية معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعين على معرفته. بالتعاون مع مجموعتي نبتكر وسائل تمكن الأسرة من التعرف على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. بالتعاون مع مجموعتي نبتكر وسائل تمكن الأسرة من التعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن الأسرة كل أسبوع تأتي بكتاب السيرة النبوية وتدرس جزء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يأتون بكتاب من كتب الأحاديث ويدرسون بعض الأحاديث، أو يحفظون حديث كل أسبوع ويسمعونه ويعطون جوائز للأولاد ليتعرفوا على سيرة النبي وسنته. الشيء الثالث معرفة دين الإسلام، وتشمل معرفة مراتب الدين الثلاث. طبعا ما عاوز أعرف معرفة دين الإسلام، أول شيء المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان، بالترتيب الإسلام الإيمان الإحسان. لازم عشان تعرف دينك تعرف أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله. الإيمان ست أركان: تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خير وشر. الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما يعين على معرفة دين الإسلام؟ قراءة القرآن الكريم وتعلم ما فيه من أحكام. تشوف بقى الحاج بيقول كذا، الميراث، الزكاة، الصلاة، كل شيء موجود عشان تعرف دينك موجود في القرآن. قراءة أحاديث رسول الله وتعلم ما فيها من الأحكام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. مثلا يقول من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بيعلمنا أن السنة 12 ركعة تصليهم. ثم يقول لي السنة اللي هي واجبة علينا ركعتين بعد قبل صلاة الفجر وأربعة قبل الظهر أو اثنين، وأربعة بعد الظهر أو اثنين، ثم اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، 12 ركعة. يعني كل ده بجيبه منين؟ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعلم أحكام الإسلام عن طريق العلماء الموثوقين وما كتبوه من الكتب النافعة، يعني مثلا أجيب كتاب عن الحج، كتاب عن الصلاة، كتاب عن الزكاة، ويكون اللي عامله عالم يؤخذ من علمه حتى يكون علم موثوق. بالتعاون مع مجموعتي أكمل الفراغات الآتية بالإجابات الصحيحة. يلا نروح مع بعض ونكمل. أمثلة على معرفة العبد لربه، طبعا معرفة أفعال الله الخالق وإنزال المطر، التفكر أو التفكر في خلق الله. يبقى أنت لما تتفكر في خلق الله ستعرف ربك جيدا، تعرف أن الله هو القادر القوي المدبر. أيضا قراءة القرآن الكريم تعرف وقتها صفات الله عز وجل وأسمائه وصفاته من القرآن الكريم. أمثلة على معرفة العبد لنبيه، تعرف صبره على الأذى، تقرأ القرآن الكريم. أيضا قلنا القرآن الكريم يأتي بصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتى بصفات أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا بعد قراءة القرآن الكريم تقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقرأ سيرة النبي فتعرف بقى الغزوات والجهاد واللي كان بيعمله وما لقاه من مشقة وتعب. يبقى تقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صغرها شوية علشان تبقى تحت. بعد ذلك أمثلة على معرفة العبد لدينه، عاوز تعرف دينك تعمل إيه؟ معرفة أحكام الصيام، تقرأ القرآن الكريم علشان تعرف القرآن الكريم عشان تعرف دينك، تعرف المواريث وكيف تتعامل مع السفهاء الذين ينفقون أموالهم. ذلك موجود مثلا في سورة النساء، في سورة البقرة، المطلقة ما حكمها؟ يبقى لازم نقرأ القرآن. أيضا تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ أحاديث إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرأ الأحاديث فهتتعلم كيف تعرف دينك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج. سيبها لكم دقيقة عشان اللي عاوز ينقلهم. بقى التفكر في خلق الله، قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، وهنا تقرأ القرآن، تقرأ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقرأ القرآن الكريم، تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر شيء هذه التدريبات، هذا آخر شيء في درس اليوم. اذكر الأمور التي تعين على معرفة العبد دين. لسه قايلينها، ها، قراءة الايه؟ القرآن الكريم. وايه كمان؟ هنحط شرط عشان نكتبها مع بعض.
قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن كمان قراءة كتب موثوق منها علشان ايه نعرف ديننا. قراءة الكتب الدينية من علماء موثوق بعلمهم، مش اي حد يكتب حاجة ونروح ايه نقراها. قراءة كتب علماء موثوق من علمهم، بتكلمنا عن الدين، تكون بتكلمنا عن ايه عن الدين. قراءة كتب علماء موثوق من ايه من علمهم علشان اعرف ديني، بيتكلمنا عن احكام الصلاة، احكام الحج، احكام الزكاة، احكام الميراث، قراءة القرآن الكريم، قراءة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين بيقول لي اذكر الامور التي تعين العبد على معرفة ربه دينه ونبيه. قلنا علشان تعرف دينك كله مكتوب فيه قراءة ايه القرآن، قراءة الايه القرآن. لازم تقرأ القرآن الكريم في التلاتة دول، هنقرأ القرآن الكريم علشان نعرف ديننا ونعرف ايه ونعرف رسولنا ونعرف التلاتة دول، هنكتب قراءة القرآن قراءة القرآن قراءة القرآن. طيب عاوز تعرف ربك تعمل ايه كمان؟ التفكر في آيات الله ومخلوقاته. تتفكر، لا تتفكر في الله، وإنما تفكر في خلق الله. لا تقل كيف الله، ولكن تفكر في السماء، في الأرض، في النباتات، في الشمس، في القمر. هذه الأشياء هي التي تعرفك كيف الله عز وجل. يبقى تفكر في مخلوقات الله، تقرأ القرآن، أيضا تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرأ إيه؟ أحاديث الرسول، عشان هو اللي بيعرفك. تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. بيتكلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن رب العزة، بيقول ايه؟ هل تشكون في رؤية القمر؟ قالوا لا. قال كذلك سترون الله عز وجل في الجنة يوم القيامة يوم الجمعة، وكأنكم ترون قمرا أمامكم، ويقرأ الله عز وجل سورة الرحمن على عباده. يبقى لما أعرف الأحاديث، لما تفكر في مخلوقات الله، لما أقرأ القرآن، عفى الله السميع البصير وهكذا. وأيضا معرفة العبد ربه، بعد ذلك معرفة العبد دين، نفس الموضوع. قلنا قراءة الايه القرآن، قراءة القرآن الكريم. نجيبها هنا كده شوية عشان تكفي. قراءة القرآن الكريم أيضا، غير قراءة، هنحط القرآن الكريم في دين ونبي بقى عشان ما نقعدش نكرر. بعد عشان تعرف دينك كمان، قول لي إيه؟ ها؟ تعرف دينك، يبقى تقرأ أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم
تقرأ أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وإيه وسلم. إيه كمان علشان تعرف دينك؟ تقرأ الكتب الدينية، تقرأ الإيه؟ الكتب التي تعرف فيها أحكام الإيه؟ الإسلام. تقرأ الكتب التي تعرف فيها أحكام الإسلام. علشان تعرف نبيك قلنا هنقرأ القرآن، نقرأ السيرة، نقرأ إيه؟ السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كمان أقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هنخليها كده على جنب عشان يكفي معانا. نقرأ السيرة، نقرأ إيه؟ السيرة، ونقرأ الأحاديث النبوية. كده خلصنا الدرس، وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعل الجرس حتى يصلك كل جديد بإذن الله. من عندنا في القناة من الصف الأول حتى الصف السادس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.